إكسبو قطر 2023 الشعار صنع على شكل وردة بحرف كيو للإشارة إلى دولة قطر، وبداخله بذور النباتات، الصحراء، الماء، الشمس على هيئة نجمة ثمانية. عبر مساحات خضراء شاسعة، ثلاث مناطق رئيسة، منطقة دولية ومنطقة عائلية ومنطقة ترفيهية. مع 3 ملايين زائر، أنتم مدعوون لمشاهدة الحدائق الخضراء الغناء وتبادل الثقافات من جميع أنحاء العالم.